قبل ما نبتدي أعزائي المشاهدين اسمحوا لي نرحب بضيوفنا الكرام في الاستوديو، الفنان والعازف القطري الأستاذ محمد صليطي. أنا وسهلا فيك مسي عليك وعلى مشاهدينكم ومستمعينكم. أنا وسهلا. وأيضا معانا من العراق الأستاذ مصطفى زاير. مساء الورد عليك عبد العزيز، ومساء الورد على جميع المستمعين. أهلا وسهلا فيكم أستاذ مصطفى. حدثنا عن طباعك عن مهرجان هاي كأول مشاركة لك. هو كأول مرة مشاركة إلي، ولكن المهرجان تابع من الدورة الأولى. هي خطوة أنه تجمع مجموعة كبيرة من عازفين العود الشباب والرواد المهمين. هي خطوة مهمة جدا خاصة في هذا الزمن، إضافة إلى صناع هذه الآلة في هذا الزمن الصعب اللي أصبحت الموسيقى الشرقية عملة نادرة. فخطوة مهمة تقوم بها قطر وكتارة من 3 سنوات، وتتطور. الدورة الثانية كانت أفضل من الدورة الأولى. هذه الدورة أنا أعتقد هي مختلفة تماما عن الدورتين السابقة. ومهمتنا احنا كعازفين وكموسيقيين هو انه نعطي انطباع جيد وجميل للجمهور اللي يحضر يستمع لهذه الآلة، ان هذه الآلة لا زالت محافظة ومواكبة لجميع ما يحدث في هذا العصر. طبعا انت اكيد تابعت المهرجان الاول اللي هو كان الوتر الخامس. الوتر الخامس وبعده كان الفرابي. والحين بنسخته الثالثة هو بعنوان الكندي. شنو يعني شلون تشوف المهرجان؟ يعني هو قاعد يحافظ على العود كإرث. هو احنا نحافظ من خلال المهرجان. احنا عندنا تاريخ يعني 3000 سنه قبل الميلاد، وهذا التاريخ توزع على المنطقه العربيه، يعني مو فقط يعني يقال انه هو في العراق يعني العصر الاكدي، ولكن هو توزع على المنطقه العربيه. يعني تعرف في السابق ما كان اكو حدود. فانت لما تحافظ على تاريخك انت تحاول تبني تاريخ جديد، يعني من خلال هاي ما تقوم به من مهرجانات من مسابقات من احتفاء بالمبدعين اذا كانوا شباب اذا كانوا رواد. تعرف حتى حاليا الاساليب اختلفت. هناك اكو انفتاح بالعود، يعني ما مو مثل السابق المدرسه العراقيه فقط عراقيه، المدرسه المصريه فقط مصريه، لا. هسه اكو توسع من خلال العازفين، من خلال التطور الحاصل بالسوشيال ميديا باليوتيوب. الموضوع منفتح. يعني في السابق احنا لما بدانا بدراسه العود كان عندنا مشكله انه مثلا كيف نحصل على نسمع مقطوعة لجميل بشير أو منير بشير. وحتى اللي كان عنده ما كان يسمح أنه يعطيها لطلبته. يعني صار الأمر هين الحين. الآن الموضوع هين. أنا بكبسة الزر تسمعين أي عازف بالعالم. يعني وسهل الموضوع. إحنا كنا نلف أسابيع حتى نأخذ شريط كاسيت. أي أحلى أول ولا الحين؟ والله هو كل وقت إلى حلاوته. يعني لما تحصل على في السابق هذا المنجز أنه الموهبة كانت أكبر، مو هاي الصعوبة تخليك أنه تتحدين، تحدين أستاذك، تحدين المجموعة اللي وياك حتى تعزفين هاي المقطوعات الصعبة. الآن الانفتاح الأكثر أعتقد عمل تشويش. يعني التشويش يحتاج العازف بعد فترة أنه يعرف شلون يهذب نفسه حتى يطلع بشخصية خاصة. طبعا من خلال متابعتي لك لاحظت، يعني هو شيء أكيد أنك أنت تنتمي للمدرسة العراقية وهي أكثر مدرسة تأثر فيك طبعا، بس في مدرسة ثانية بعد أثرت فيك غير العراقية؟ أنا مستمع لجميع المدارس، يعني ولكل ما يحدث بالموسيقى مو فقط آلة العود. يعني العود هو هويتي، ولكن أنا اختصاصي هو موسيقى، وما أكتب بالموسيقى هو هذا اللي يهمني، ولكن العود هو القلم اللي أكتب به. جميع ما يحدث بالمنطقة أو بالعالم من أنماط موسيقية أنا أعشقه. المدرسة العراقية تعتبر أنها مهمتي أنه أحافظ عليها. تعرف أن العراق مر بفترات صعبة في سنوات طويلة، العراق ما في المعاهد ما بيها طلبة يدرسون موسيقى، فكانت هاي مهمة الناس اللي بقوا داخل العراق أنه كيف أنه نحافظ، أنه حتى لو كل 5 سنين يظهر عازف. الآن الوضع أفضل الحمد لله. هل في إقبال كثير؟ والله الحمد لله. أنا يعني المدرسة الخاصة بي في بغداد بدأ اسمها يكبر، والعازفين الشباب اللي هم ما لهم علاقة يعني جاي من اختصاصات عديدة مو هاوين للموسيقى ويحبون آلة العود، ولكن وصلوا إلى مستويات حلوة. ومنهم يعني جبنا 2 موهوبين دعتهم كتارة لهذا السنة اللي هم عزوا فهد، منهم في مدرستي الخاصة. نروح للعازف محمد صليطي، هذه ثالث سنة تشارك في مهرجان كتارة لآلة العود. خبرنا عن مشاركتك هذه السنة، هل في اختلاف؟ أنا اللي أعرفه يعني من السنوات اللي طافت معزوفتك لمنير بشير العصفور الطائر أيضا واقف على بابك، مكان تكريم منك للموسيقار عبد العزيز الراحل عبد العزيز الناصر. خبرني عن مشاركتك هذه السنة وهل في جديد؟
أنا في السنة الأولى مثل ما ذكرت قدمت مقطوعة لمنير بشير، وهو طبعا عازف من عازفين أو الأساتذة في المدرسة العراقية. أحاول كل سنة أقدم شيء جديد، السنة هاي لا، راح أقدم أغاني من فن الصوت وفن خليجي، يعني لأن المهرجان فيه ثقافات متعددة، فيه عازفين أتراك، عازفين من العراق، من كل دول العالم، فأنا بعد أبيهم يسمعوني، يسمعون فنوننا، يسمعون إيقاعاتنا. إحنا عندنا إيقاعات شعبية جميلة، ومن خلال هالمهرجان أنا ممكن أسمعهم يعني. يعني في ممكن مجال استمعنا شيء من اللي راح، ولا مفاجأة؟ لا إن شاء الله على المسرح مفاجأة. إذا طيب شو تسمع المستمعي والمتابعي تلفزيون قطر ومستمعي إذاعة صوت الخليج في هاللحظات؟ أسمعهم وأنا ودي بس ما جبت. إذا عيلة نروح لضيفنا، وإيش استمعنا لأي معزف؟ طمعاني صراحة لا شيء. غادي نقول كرسي في مقطوع عليها اسمها عنوانها لبكائي بكت. الله يعطيك العافية. مع أن أنا مش يعني لي معلومات بسيطة عن العود، لكن يمكن عبد العزيز عازف عود، مش يمكن أكيد يا عبد العزيز عازف عود، محمد عازفين، لكن أنا اندمجت معاكم الصراحة. يعطيك العافية. خبرني عن عبد العزيز، خبرني عن مشاركتك في مهرجان كتارة لآلة العود. بكرة إن شاء الله بالافتتاح، يعني أنا جايب معايا مجموعة كبيرة اللي هي مجموعة سامرين للموسيقى، للضم خيرة للتخت الشرقي، للضم خيرة الموسيقيين في العراق، ومنها أسماء مهمة جدا. راح تكون معنا أيضا صوت العراق الجميل الفنان أصيل حميم في ليلة الافتتاح. راح نقدم أعمال موسيقية مع أغاني عراقية أيضا، وراح يكون معنا الموهوبين الاثنين الأطفال عز وفهد. بالإضافة أنه من موجود هنا صانع العود من العراق المشترك في معرض الآلات الموسيقية الأستاذ ياسر صالح. يعني هذا حبيت إنه إن العراق يظهر في هذه الدورة بشكل مميز ومختلف عن الدورات السابقة. أنا الحين برجع لك حق المعزوفة اللي أنت عزفتها شوي. هي من تأليفك؟ هي من تأليفي. ما شاء الله، كم مقام وكم تحويلة أنت قلت فيها؟ والله شوف، هو مقام نفسه نهوان زائدا كرد، وأنا بالتأليف أعتمد على الفكرة زائدا الإحساس، يعني ما أتقيد، يعني مثلا أنه لازم أسوي تعدد بالمقامات أو يكون العمل بتحدي، هي العمل الموسيقي هو يظهر مثل ما هو الله أراد أن يظهر يعني.
يعني ما خرجت من موضوع التحديات من فترة طويلة، والمهم أنه تقدم عمل موسيقي الناس تحبه، يكون شيء واصل للقلب، ويوصل للقلب على قولتك. وإذا كان عمل خاص للطلاب أنه يكون بفائدة للطلبة. يعني لازم نميز، هناك أعمال للناس الاعتياديين وهناك أعمال للطلبة. ما يصير نمزج الخاص بطلبة الموسيقى والعود بالأعمال اللي تسمعها الناس اللي ما لها علاقة بالعزف. وبالنسبة حق عودك هذا يعني صناعة معينة، قياس معين؟ والله هذا العود من صناعة أخوي وصديقي أبو صالح الأستاذ يعقوب جاسم، مسي عليه بالخير. وأنا حاول يعني التقيت به قبل سنة وقلت له أريد يعني عود يشبه صوت عود جميل بشير، فحاولنا نطلع أنه يشبه بنسبة بسيطة يعني مو كبيرة، لأن تعرف العود حجمه صغير، عود من جميل بشير حجمه أكبر، ولكن يعني النتيجة طلعت طيبة. ومن أكثر من 9 أشهر أو أكثر هو هذا العود مرافقني في كل مكان. محمد، كيف تشوف محافظة مهرجان كتارة لآلة العود، لآلة العود نفسها في السنة الثالثة؟ كيف تشوف الأقبال، الجمهور؟ وما شاء الله من السنة الأولى يعني الناس تحضر ما تحصل كراسي. صحيح. المهرجان كل ماله ويزيد الأقبال عليه، وسمعتها تنتشر أكثر وأكثر. يعني احنا نحافظ على الآلة من خلال هالمهرجان، بأن يعني وجود الصناع من كل الدول، مثلا العود العراقي قياس الزند 19 إذا ما كنت غلطان، العود التركي 19.5. فالصناع لما يكونون موجودين أنا أقدر أناقشه أقول له ليش عودك 19، ليش العود 19.5. فمن خلال هالشيء حتى الجمهور يتثقف. وفي شغلة حلوة في مهرجان كتارة، أن الناس صارت تحضر عشان تسمع موسيقى بس، لأن معروف أن الجمهور العربي يميل يعني للحفلات الغنائية أكثر. بس السنة شيء مختلف، هو في موسيقى وفي غناء، في موسيقى أيضاً في غناء، لكن المهرجان أساساً موسيقي طبعاً، مهتم بالموسيقى. بس إيش رأيك بالاختلاف هذا السنة في غناء مثلاً أصيل هميم، جمال دريع، يعني في كذا اسم، شايك في هذا الجديد يعني هذه السنة بين الغناء وبين أيضا العزف؟ ما آلة العود مرتبطة بالغناء أصلا يعني مرتبطة بالتلحين. شنو تشوف أحلى، أنه يكون بس عود ولا حلو أنه خلل الغناء أيضا؟ هو حلو يكون يعني يكون في خليط بين العزف والغناء، لأن حتى مثلا إذا جاء شخص أجنبي ما يعرف الآلة بيعرف أنه ممكن أنا أغني مع الآلة هذه، آلة مصاحبة للمطرب من خلال المهرجان، منها يكون في تنويع للجمهور يعني. أنت الحين هذه ثالث سنة تشارك فيها، خبرني عن مشاركتك السنتين اللي طافت، كيف كان أقبال الجمهور عليك أنت كمحمد؟ هل في ناس حبوا أن يتدربون أنك تدربهم؟ خبرني كيف. ما هو في إن شاء الله مفاجأة هالسنة، في عازف قطري راح يطلع إن شاء الله. فيصل؟ لا اسمه علي، علي خلوصي. علي صديق تابعني في المهرجان الأول، قال لي أنا ودي أشارك وبتمرن وبشد حيلي. لا ما يمنع، بالعكس. أنت اللي تمرنته ولا؟ لا هو صراحة تعب على نفسه. أنا كنت ممكن أقول له أعطيه ملاحظات، بس بصراحة هو بمجهوده يعني. يعني هو جاهز؟ هو إن شاء الله إنه جاهز. السنة الثانية قال لي أحس إني جاهز تقريبا يعني، فقال بس بنتظر للسنة الثالثة، وفي هالسنة إن شاء الله راح يكون معنا يعني. إحنا خلينا مفاجأة بصراحة. شنو نصيحتك له؟ كنت أقول له لا تسمع فنان معين، صح. لازم تسمع كل المدارس. يعني أنا لك خط أو بصمة بالضبط روحك. بالضبط. يعني أنا لازم أسمع أستاذ مصطفى وأسمع فلان وفلان وفلان. صح. حتى اخذ يعني يقول لك تاخذ من كل بستان زهره، فما يقولون تاخذ من هذا شوي من هذا شوي، وتثقف نفسك وتسوي لك نفس المخزون. بالضبط. يعني لان ما ينفع الموسيقى ما فيها حدود. صحيح. يعني انا ما يصير اقول انا بس مثلا اعزف لون خليجي، لا ما يمنع اعزف. صح. عراقي وتركي وكل الالوان. صح. حلوه. في محمد فكره في بالك مثل ورشه او شيء انه يستفيدون منه الشباب، او مثلا يعني معهد متخصص لآلة العود؟ طبعا احنا عندنا هنا أكاديمية قطر في كتارة، طبعا أكاديمية قطر مع كل المعاهد، سوري عفوا، مع كل الآلات الموسيقية سواء الشرقية او الغربية، في شيء بيكون مخصص بس حق آلة العود؟
والله أنا بصراحة ما عندي علم للأمانة، ولكن إحنا نتمنى يكون في مركز متخصص للعود فقط. هذه أمنية محمد من أول اللي قالته. أي والله من 3 سنين تقريبا. ونتمنى يعني، ومن خلال هالمهرجان ممكن نستفيد من الأستاذ مصطفى مثلا، نعم. نستفيد من العازفين الأساتذة الآخرين يعني. بعدين هاي ألاحظ أن فرصة المهرجان حتى العازفين يعني يلتقون في بعض، يشوفون بالضبط. ألوان كل واحد يشوف لون مختلف عن الثاني. فأنت من المهرجان يساعدك أنك تكتشف، وبالعكس قبل كان الأستاذ مصطفى يروح ويلف عشان المعلومة، هلا صارت المعلومة تجيك. صحيح. بس أنت شوي يعني تتعب على نفسك. أتعب وأبحث. صح. ولا الكل موجود. صحيح. ما دام صار الأمر هين وصار الموضوع سهل، وممكن إذا حد لجالك محمد ممكن أنت تقوم بتدريبه وتصقل موهبته. يعني أنا بروحه بمن يدربني. لا. بس أنا حاضر. ما شاء الله يعني. عليك. ما شاء الله عليك أستاذ محمد، دائما تمثل ما شاء الله. الله يجزاكم خير. لكن صدقني العود أو الموسيقى يعني بحر غزير، كل يوم تتعلم شيء، كل يوم تكتشف شيء. مو بالضروري تكون عازف قوي عشان أتعلم منك مثلاً، ممكن تعزف جملة بسيطة وتركب في بالي بالضبط، وأنا أصيغها بطريقة ثانية على الآلة يعني. محمد عازف وصوتك حلو بعد. لا صوتي مو حلو. صوتي على قدي أنا. عبد العزيز عرف. لا صوتي حلو محمد. صوتي حلو أنا سامع. صوتي حلو بس. على المزاج يعني ما يغني دائماً. نروح للعازف مصطفى الزاير، نصيحتك لكل شخص وده يدخل ويتعلم أكيد العزف على آلة العود. يعني العود أو أي آلة موسيقية هي بحاجة إلى صبر، خاصة بالسنوات الأولى أو الأشهر الأولى، وهذا الصبر راح يعلمه أنه شلون يتطور. بس مجرد أنه يتجاوز الشهور الأولى، لأن هي الشهور الصعبة، لأن ما يظهر من عنده شيء. والتمرين يعني كل ما يتمرن بزيادة كل ما يكون يكسب وقت أكثر. يعني هو فترة التعلم حتى يتعلم على المدارس هي منهجيا هي 6 سنوات، بس ممكن يختصرها بسنة ونص أو سنتين إذا كثف ساعات التدريب. يعني بس في بعض الأحيان أستاذ مصطفى يعني يجيك عازف يقول لك والله أنا أتمرن 5 ساعات 4 ساعات في اليوم، بس وصلت لمستوى أو ليمت مثلاً ما أقدر أتجاوزه، هل هاي معناته إنه مثلاً قاعد يتمرن غلط أو ما يطبق التمرين بشكل صحيح؟ هو هاي تصير عدد أغلب العازفين، لأن كثرة التمرين الزيادة هم يكون نتائجها عكسية. يعني جسمك وعقلك هو بحاجة إلى راحة، يعني الراحة من خلال السماع. يعني أنت مو شرط إنه تتمرن، لأن هو عملية التمرين عملية رياضية، انه انت تعرف كيف تحرك اصابعك وتحرك ايدك اليمين وتحاول تنطق الجمل الموسيقيه الصعبه او الايقاعات الصعبه، وعقلك ينفذها بطريقه صحيحه. هذه التمارين الرياضيه. التمارين الذهنيه انت تسمع، فانت لما تكون ما تتطور بالعزف لازم تسمع حتى تروح الى عالم جديد. اذا انت نفس اليوميه تاكل نفس هاي الشوكولا نفس الشوكولا انت راح تمل. لأن انا سمعت من احد العازفين كان يقول انا وقتي كله اقضيه في التمرين. العزف أعزف إذا وقت أنا حسيت نفسي ما عندي وقت يعني أو فاضي ممكن إني أعزف، بس طول وقتي أنا أقضي بالتمرين لا هو يعني أنت هو التمرين هو عملية تدريب، بس أنت لازم تخلي حدود لتدريبك. أنت هاي الآلة ترى يعني في السنوات الأخيرة بدينا نعطيها أكثر من طاقتها، هي آلة عود يعني وظيفتها إنه تقدم الألحان العربية الشرقية والأعمال الموسيقية بشكل جميل. بدينا نعطيها أكثر من طاقتها، يعني أكثر من طاقتها إنه جازت حدود العود، فصار أصبح الموضوع بدأوا للأسف إنه يتهمهم بالتشويه، وهاي الطاقة الجميلة اللي أعطوها للآلة ها لو موظفيها بشكل صحيح كان ظهرت الآلة. هل أنت مع التكنيك الزايد؟ يعني أنا لاحظ في بعض العازفين يستخدم عنده تكنيك قوي يدخل ويطلع عنده تكنيك قوي. هو التكنيك هو شنو؟ التكنيك هو عملية رياضية. هو التكنيك مثلا هل جميل منير بشير الله يرحمه مثلا ما كنا نشوفه انه يصعد بوزيشن. يعني في اعتقادك ما يعني مثلا ما تحس انه راح مثلا المعزوفه او النغم اللي قاعد تسمعه ممكن يموت؟ هو شوف منطقيا العود اذا قصدناها بالاوكتافات هو يعني 3 اوكتافات ونص. الاوكتافات هاي الاخيره هي عباره عن اجراس واصوات مداها ضعيف يعني صوتي، يعني تك 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 تك. المستمع الاعتيادي ينزعج من هذه الأصوات النقرات، يحب يسمع نغمة صافية نغمة ممتلئة. حتى أكو فرق بين العازف اللي يكون أصبعه
ضعيف والعازف اللي اصبعه يكون متين، احنا نسميه يعني نغمته عريضه، يختلف يعني. فالواحد كل ما يكون يعني يعطي للاله حقها، كل ما يكون انت هو النتيجه انه الصوت يظهر للجمهور، انت اللي تحدد انه هذا العازف جيد او اقنعك او لا، او انه هو مثلا يمتلك موهبه كبيره او لا. الموهبه الكبيره هم لازم تعرف كيف تسيطر عليها، لان هي اكو مشكله اسمها الموهوبين زياده عن الحد، وما تعرف تسيطر على موهبتهم وتوظفها بطريقه صحيحه، راح يحاول انه يكون اوفر بالموضوع دائما. مو بس فقط بالعود، بكل الالات هاي المشكله. طيب محمد، يعني السنه تم اختيار شخصيه الكندي، ايش رايك انت بايضا المسميات اللي ياخذونها كل سنه، ورايك ايضا بشخصيه الكندي هذا السنه؟ هي بصراحه فكره جميله ان كل سنه يكون في شخصيه. يعني انا واحد من الناس اللي استفدت، عرفت الكندي شنو سوى، عرفت الفرابي، رجعت حق الكتب يعني بالضبط ولا فات بالضبط. ممكن في بعض الجمهور او بعض اللي قاعدين يحضرون ويسمعونا في هذه اللحظات ممكن جالين تماما من الكندي، لكن في لما احنا نذكرهم بالكندي وانجازاته ومؤلفاته ودوره ايضا في الموسيقى، يعني تكون عنده خلفيه بالفعل. يعني كل سنه كان مثلا زرياب وغيره من ما هو هاي الشيء، يعني هي ثقافه. يعني أنا واحد من الناس كنت ما أعرف دور الكندي في الموسيقى، لكن عرفته من خلال مهرجان العود. أنت مع أن الموسيقى ممكن حتى تشفي إنسان مريض، لأن الكندي يعني شوف عالج حاول معالجة شخص في شلل رباعي، يعني أنت مع أن الموسيقى لها دور كبير حتى في الشفاء؟ والله الأطباء يقولون يعني الموسيقى ممكن تهدي أعصابك لما تكون متنرفز تسمع موسيقى. أنا بعض الأحيان وأنا رايح الدوام الصبح معنا الصبح عشان رايح الدوام عشان أهدي نفسي أحب في مؤلف اسمه شوبان، له مؤلفات للبيانو، أحب أشغل مؤلفاته وأسمعها الصبح وأنا رايح، لأن فيها هدوء وفيها جمل هادية، فأحس أن أعصابي تهدى وأروح الدوام وأنا مرتاح. يعني انت صح مع الموسيقى؟ طبعا بالعكس، ويعني من اجمل الاشياء الموسيقى بصراحه. هاي بالنسبه حق الغربي، احنا بنتكلم حتى الشرقي. الشرقي شو اللي تسمع له؟ الشرقي كل شيء شرقي جميل. موسيقات فريد الاطرش، تقاسيم الصنباطي، عزف جميل بشير، منير بشير، كل يعني الموسيقى الشرقية جميلة. ثقافات يعني محمد يسمع. محمد مشاركتك راح تكون أي ليلة، ومن راح يكون معك يومها؟ أنا سعيد طبعا أني مع أستاذ مصطفى في نفس اليوم، إحنا في يوم الافتتاح إن شاء الله، وإن شاء الله يعني نكون نقدم شيء يرضي الناس ويمتعهم إن شاء الله. في مفاجآت؟ ونقول للجمهور ان شاء الله هالسنه، يعني هالسنه انا طبعا كل سنه احب اني اعزف من بلد او من منطقه. السنه هاي ان شاء الله بعزف، يعني هي مفاجاه. انا في البدايه كان سبب تعلمي على السريع فريد الاطرش، فراح اقدم شيء لفريد الاطرش هالسنه. حلو، جانب طبعا اغاني من فن الصوت. هذه ايضا مشاركه اكيد حلوه منك. ايضا شو تقول لي جمهورك اللي راح يحضر ان شاء الله قدم في اول يوم؟ يعني بمناسبه هذا الحدث، يعني انا الفت عمل موسيقي راح يعرض لاول مره، هو بعنوان الكندي، وهو من ضمن القوالب الموسيقيه العربيه المهمه وقالب السماعي الثقيل، اضافه مستخدم ايضا ايقاع بالحركه الرابعه مختلف تماما. وهناك عمل جديد ايضا راح اقدمه لاول مره يحمل عنوان نوافذ، هو خلط بين الموسيقى العربية وموسيقى الجاز. وهناك عمل أعتقد الجمهور راح يحبه، هو قريب من منطقة الخليج، ويحمل عنوان ثلاث أمنيات.
أكيد إحنا استمتعنا بالحديث معاكم، وأكيد إحنا راح نختم بمعزوفة، لكن في هذه اللحظات نشكر تواجدكم معنا. كل شكر لك العازف محمد صليطي، ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله في أول ليلة. أيضا كل شكر للعازف مصطفى زاير على حضورك، وإن شاء الله أيضا يستمتعون الجمهور معك إن شاء الله. كل شكر لكل اللي يتابعون عبر شاشة تلفزيون قطر وعبر إذاعة صوت الخليج. راح نلتقيكم إن شاء الله غدا في نفس الوقت والزمان والمكان، مع أكيد الفعاليات اللي راح تكون بكرة مع ضيوف جدد.